نهاركم مبروك مشاهدينا، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج إفطار مع ستار. كيف ما عودناكم وعدناكم كل نهار فطورنا كيكون مع ستار. ضيفي وضيفكم لحلقة اليوم صاحب أنامل ذهبية، ضيف اليوم كيعشق الكمان حتى النخع. مؤخرا ضيفنا خلق الحدث بحيث تشارك في برنامج لاكتشاف الموهبة، أو ما نقولوش اكتشاف وإن برنامج الناس اللي هما محترفين. ضيفي هو أمير علي صاحب الكمان السحري، نقدر نقوله عليه أنه أحسن واحد كيعزف الكمان في المغرب لحد ساعة. اليوم ضيفنا غادي نقضيو معاه واحد السهرة اللي هي ممتعة، وغادي نشوفوا فطورنا معاه كيفاش غادي يكون. ولكن قبل، كيف ما عودناكم ديما، ضيفنا خاصنا ندخلوه للكوزينة. أمير علي مرحبا بك معنا. اهلا اهلا اهلا. صافا على خير الحمد لله، تفضل معنا. ترحب بك جنة، اش اخبارك؟ الله يحفظك. فرحان اليوم انا معايا ومتحمسه لانني اول حاجه شفتك معك الكمان. ايوا امرتيني قلت لي جيبها معك، جبتها معايا. ما يامرش عليك غالي ياك كيف ما تيقولوا المصريين. مرحبا. طيب قول لي اش اخبارك مع رمضان؟ الحمد لله صافا. رمضان زوين. رمضان زوين. بخير بخير. كتنقص فيه شويه لو بوا ولا كتزيد فيه؟ لا كنقص. كتنقص. دابا حنا في الكوزينه، عاود لي كي دايره علاقتك مع الكوزينه؟ في الحقيقة انا بغيت الحقيقة اليوم. الله يخليها لي ديك الوالدة، الله يحفظها لي، والوالدات ديال اي مغربي عندهم ميمته الله يخليها له ويتهلا فيها. كنجي كنلقى كلشي واجد مبرعات. انا اللي عليا كنتقدا وهي كتوجد لك. طيب شنو اكثر شي هو كتبغي تاكلها في رمضان من يد الوالدة ديالك؟ كل شيء من يد الوالدة زوين. ملوي يد الوالدة، احنا مدينة مكناس، احنا دايرين لك المربع، كنقولوا له الملوي في مكناس. انتم عندكم الملوي؟ هو اللي كيقولوا له المسمن. اكزاكتومون. الزميطة اللي كتقول لها سلو، اييه، ديال الوالدة، والشباكية ديال الوالدة. كدير كل شيء في الدار، دونك ما كتشرف شي حاجة ديال على برا. مصاوبين داك الشيء اللي مصاوب في الدار بنين على ديال برا. تبارك الله عليها، الله يحفظها لكم. ليلى كتعاون فيها في الكوزينة ولا مفشاة ديال باباها؟ لا مفشاة ديال باباها، مازال ما تتصومش إلى بيانتو إل فافواغ 3 زون، فتكون عندها 3 سنوات إن شاء الله. إن شاء الله. في سبتمبر. البارح فطرت مع النساب عايشة هي مع ماماها. وفرحانه بباباها تتنقز. انا متابعكم في فيسبوك كنشوفها. هي حياتي. الله يحفظها لي. سي ما في، هي حياتي يا بنتي. الله يخليها لك. طيب علي، من دابا شويه يترفع الاذان ديال المغرب ان شاء الله، دونك نوجدوا نديوا نقادوا الطبله ديالنا علينا ما يأذن، ونفرقوا الصيانه ونبداو الحوار ديالنا. يلا اجيو معنا، هز انت الطبله ديالك، هز معك هذه تاهي، انا نسخرك اليوم ونمشيو نقادوا الطبله ديالنا. دخل علي مرحبا بك. ترحب بك جنة. نعود نرحب بك، حنا جلسنا ولكن نرحب بك مع المشاهدين. الله يحفظك اختي. هذا كبير هذا يا سيدي، شفناك. شكرا. صافي لونتون. صافي لونتون بزاف. من زمان. ياك. وصافي بليزير نشوفك في هذه القناة. لا لا يخطيك، بارك الله فيك، شكرا لك. ان شاء الله التوفيق والازدهار. بارك الله فيك، شكرا. ان شاء الله تكبر. امين يا ربي. اللهم امين. امين ان شاء الله. يلا علي نفرقوا صيامنا. صلاه يلا اذن، عجل لك شي تمراتكم مزيان. انا تنبقى نقلب في التمر كنبقى نعزل شي ديك ديال المعسله. منا خويا لك الماء، حتى انا بغيت شريبه صراحه. عارف فينك هذا العام من نعم الدراما الرمضانيه؟ فينك؟ ما كاينش شي عمل. العمل الوحيد اللي كاين هذا العام هو مع رشيد الوالي. ان شاء الله راه الى راه الاخوان يكونوا شافوا واحد الفيلم على القناه الاولى. نعم. سميته حفيد الحاج. اييه. من الاخراج ديال رشيد الوالي، ولكن تلحين الموسيقى ديال الفيلم كله عبدو ربيه وعصام كمال. داكوغ. عصام كمال التوزيع، وعبدو ربيه في الالحان والعزف على اله الكمان بمختلف المشاهد اللي في الفيلم. موسيقى رائعه، وان شاء الله كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديال الجمهور المغربي. ان شاء الله يا ربي. اكيد احنا اي حاجه كديرها انت. اما الاعمال الحمد لله، هذه واحد الربعه ديال جو بونس ثلاثه رمضانات سابقين. خير بعدا حديثو مغزل، حديثو مغزل. هادو ثلاثه رمضانات اللي سابقين كندومو على الرجال. ايوا. تجربه اللي الحمد لله استفدت منها، وتجربه اللي كانت ناجحه لان المسلسل تشاف بزاف. نعم، ونلنا منها الحمد لله حب المغاربه. الحمد لله. وهذا العام عاود
كانت أول تجربة؟ نعم كانت أول تجربة ولا ثاني تجربة؟ كانت لا أكثر من أول تجربة، كانت قبل مثلت مع شكرا مثلت مع رشيد الوالي والكغات أيوة كان بتي غول في النهار تزاد تفضو ومثلت واحد لو غول شحال هذه مع بشير سكيرج شحال هذه أمريكا واحد فيلم ما كانش نجح بزاف هذوك أيامات أمريكا هذه آه ملعبت فيها أن غول والحمد لله المساهمة الأخرى الكبيرة ديالي مع سعيد ناصيري في لي ترونسبورتر الحمالة أيوة. أعطاني دور رئيسي جيت رئيس عصابة شنو واش كل يوحي برئيس عصابة ولا شنو؟ لا جيت رئيس عصابة بفيلم رائع فيلم رائع كله أكسيون كله ضحك كله أكسيون وكانت متألقة فيه فضيلة بن موسى نعم كانت متألقة في الفيلم تحية لهم مبروكة واشرها مغون باركوا لها العواش شكرا لفضيلة الله يبارك فيك وشنو آخر؟ يعني هاد المخرجين كلهم اللي تعاملتي معهم مع شكون كنتي مرتاح أكثر؟ ما تجاوبنيش بالدبلوماسية لأنه أنا عارفة أنتم الفنانة كتكون دبلوماسيين شوية بأجواء لا المخرجين كامل اللي خدمت معهم رائعين كاين حسن غنجة نعم يعني ولد الدوزام دموع الرجال هاد في دموع الرجال كوتشاني هو وبو عروة نعم يعني خدمت معهم تجربة كانت ورشات في التمثيل قبل ما تدخل أمريكا أنا داير ورشات في أمريكا خفيفة أن بو دو تياتر شوية ديال كنت ندير راوي داك. راوي في ديزني في الوقت ديال نويل فالحمد لله كي وحبي للسينما يعني من صغري وانا حبي للسينما متعلق بالسينما لدرجه لا تصور فنتمنى من الله نكونوا كنا خفاف على إن شاء الله. على المغاربه يقبلوا علينا حديث ومغزل والكغات وخفت حديث ومغزل خويا اللي معك جات العصير انا كنسخر فيك اليوم اخويا ديك الحريره نخدمك في شحال من حاجه مرحبا شكرا بزاف راح بك الخير شكرا عتي مع هذا الصهد والصيام راه غير السوائل اللي خدامين والكغات مخرج رائع رشيد الوالي ما بغاش ينسى حتى شي واحد كيرجعني سعيد ناصيري مخرج رائع كلهم اللي خدمت معاهم الله يعمرها مخرجين رائعين رائعين الله يخليهم لك اسيدي الله يحفظك اتخبر ليليا ليليا بخير هانيه ليليا هي حبي بي كنشوفها ضحكه وفرحانه هي هذيك هي الدنيا بس حتى كتبكي كنبكي لا ضحكه لا 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 يوريك دمعتها لا يوريك دمعتها اليوم حنا معنا صديقنا الثالث تا هو فاطر معنا كمان ديالك تابعني في الممشى والله يخلي هذيك ما تبعك غزاله طيب نسمعوا بها شي حاجه على راس العين يلا شنو سمعنا نديروا شي حاجه مادام هذا رمضان ايوه قبلوا علينا ندير واحد الاغنيه دينيه الا كان من ما كاين ما احسن اغنيه دينيه واهديها لكل المغاربه اللي كيتفرجوا فينا نعم. على قناه بزاف تيفي وكل العرب اللي بزاف تيفي بازي في الامارات جو بونس اكزاكتومون وان شاء الله انا جاي ان شاء الله قريبا احنا غنهضروا في هذا الموضوع ما تحرقش ليا لا ما نحرقلكش فتحيه للاخوان في الدول العربيه كلها في الامارات الشقيقه والحبيبه وتحيه للمغاربه المغتربين فين ما كانوا والمغاربه فين ما كانوا اكيد وهذه القناه كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله والاغنيه دينيه من توقيع المرحوم وديع الصافي الله يرحمه ونتمنى وترق الناس في هذا الرمضان ان شاء الله احنا نديروا اللي علينا الاغنيه غتعجبكم ان شاء الله Oh,
ربي قلت لك أتوب ودموعي سبقاني بروحي تايب إليك وبقلبي ولساني. يا ربي قلت لك أتوب ودموعي سبقاني بروحي تايب إليك وبقلبي ولساني. قصدت بابك يا ربي ما لي سواك تاني، قصدت بابك يا ربي ما لي سواك تاني، أبكي في باب رحمتك واندم على اللي فات. سامحني يا غفار روض في العصياني، سامحني يا غفار روض في العصياني. رجعت إليك يا ربي أتوب أملي كبيرة فوز برضاك. انت يا ربي ربي قلوبي تعافي كتير عن اللي عصاك، ومهما كان انا انسان ماليش معصوم من العصيان. على دموعي انا صبر. الله برافو عليك، برافو عليك. هادشي كله كتقول لنا قبلين، حنا قابلين، حنا قابلين، حنا قابلين. علي انت ما دخلتيش عليا بهذه القطعه هذه، وانا ما غاديش ندخل عليك بحاجه اخرى. حنا عندنا واحد الفقره كنجيبوا فيها الضيف ديالنا مفاجاه. اوكي، عندي لك واحد الشخص اللي لما عرف انك تكون معنا بغى انه حتى هو يشاركنا في هذه الحلقه هذه. انا غادي نعطيك اشارات ونشوف واش غتعرف ولا ما غاديش تعرف. هي ممثله منشطة، كانت نشطات يعني برامج أطفال في واحد الوقيتة، كتغني نزيدك. أوكي، عروسة جديدة. المهم أنا غادا أنا غادا ما نطولش عليك بزاف. إذا المشاهدين حنا وياكم نشوفوا المفاجأة سنابيل وأنا ما عرفت. شوف أنت المفاجأة ديالنا، يلا دخلي نشوفوك. أو ماي جاد، سناء فاضل مرحبا بك معنا. ملي عرفاتك راه كانت من المستمع انها تكون معاك، وملي قلت لها اجي ما رفضات، لبات الدعوه. تبعت الحال، تبارك الله عليك، انا فرحانه اليوم. تخبرك؟ الحمد لله على بس عليك هذه السيرفيز. كي جاتك؟ وجبتي لي اعز الناس عندي. جبت لك عروسه جديده بعدا. وعزفت لها وغنيت لها في العرس. ياك ايوا شفتي راه قرب، قال لي سنابل سنابل السيدة عروسة ولات ما شاء الله، وانت باقي عندك سنابل. بعدا خلات فرق صيامها. خليك فرق صيامك. شكرا. الراحة جبتي لي، قولي جبتي لي اختي، جبتي لي. هذا شرف لي اليوم انا نحضر في هذه الحلقة صراحة. ماشي غير خويا، خويا واستاذ ديالي. شكرا. زوينه مفاجاتنا علي. وي للروعه كاع، والله ما توقعتها. ياه بديت تنقول، ملي قلتي لي ممثله بديت تنقول شكون انت؟ انا بغيت نتوهك. جبتي لي من اطيب اطيب الناس. انا من اطيب الناس اللي انا عرفت في حياتي، ولو انه يعني ما كتجمعناش شي علاقه صحبانيه، مي من هنا الانطلاقة ان شاء الله ديال صداقتنا. ان شاء الله ان شاء الله. بنت طيبة مربية بزاف، متخلقة بزاف. وبنت لو دومين. وبنت الدومين. مهندسة صوت بعدا باش ما نساوش سناء، مهندسة صوت. وبيانيست. ايوا. كتقرا النوطة وبيانيست راه وصلت حتى للسبعة تبارك الله. أنا الأستاذ ديالي أمير علي الصراحة، واخا يعني ما قريتش عنده الآلة، ولكن تعلمت منه بزاف الحوايج، بالأخص ملي كنت تقري. كنت تقري خويا الصغير الفيولون. خويا الصغير الفيولون هو اللي خلاه يعني يبغي هذه الآلة، وزعما سبحان الله عنده هو أستاذ وعنده واحد الطريقة متميزة باش تعلم بالأخص الأطفال. وكنعرفوا لا تبارك الله عليك، هذا الشيء ماشي
تنقولوا زعما غير في حضورك. كنعرفوا بان الدري الصغير تيكون صعيب ليه بانه كيجيه الملل باش يتعلم، بالاخص اله صعيبه بحال واحد الحاجه، وبالاخص اله صعيبه بحال الكمال. عنده واحد الطريقه متميزه وتيعزف اللي زوين، هو انه ماشي غير تيجي وتفرض يعني واحد المعزوفه، تيخليه هو يختار تيخليه يختار، تيعاونو باش يختار، وفي نفس الوقت تيعزف قدامه، يعزف قدامه المقطوعه حتى تيخليه يحفظها بعدا بالسمع ويشوف هو تيعزفها، عاد تيعلمها لي. لا تبارك الله عليه الصراحه، ما شاء الله عليكم، ما قدنيش فرحانه اليوم بصراحه. اللي الذي افتخر به، ما شادي نقول لك، ربما اول طفل كنقريه الكمان قريت في امريكا، درت قريت اطفال في امريكا والموسيقى، وكنت نعلمهم حتى السباحه حيت كنت بطل ديال السباحه في النادي المكناسي. نعم. الفراشه والحره. انا افتخرت لان مثلا واخا تنقري، كنت نقري السوايع الاخ ديالها بالفلوس مثلا، ما نقدرش ناخذ الفلوس وانا ما مقتنعش، خصني الوليد يتعلم. نعم. وان الاب ديالها والام قالوا لي داكشي اللي علمتيه في 3 شهور ما علموهش لينا في الولد في 3 سنين. نزيه. يعني لا فاسون، خصي الطريقه، الطريقه والخاطر. طيب انا غنغتنم الفرصه انتما معايا بجو ضروري، ما سناء تغني وعلي يعزف ضروري، انا ما كنغطيش بحال هاد الفرص صح. ضروري يعزف. وما موجدينش براسك وما موجدينش غير باش تكونوا عارفين. اش تغني يا سيدي؟ ما غاديش غندندن ماشي غير العيطه بكلتوم. علاش ما جيتيش؟ تبارك الله عليك، نسمعوا كل شيء اليوم. اللي بغا شي حاجه انا موجوده، الا كانت العيطه ها هي كان الملحون انا متمر، الاندلسي متمر بكلتوم. لا احنا عارفينك ما شاء الله عليك. طيب شنو تغني يا سيدي؟ انا كنت نغني، قلت لي راه موجد هذا بالاستاذ دونك، وانا ما نقدرش نغني اي حاجه أمري. في يوم وليله صوتي الموجود سلامتك اليوم. سعيده اليوم زعما ما قدني فرحه انا وانا ما قدني فرحه اللي جابوك حنا الثلاثه ما قدنا فرحه اذا تبارك الله عليكم جوجكم ما شاء الله سناء من هاد الغيوب
في الكواليس. الكواليس اكزاكتومون داكشي بغيت نقول لك. لا فعلا انا ما غايباش، ولكن يعني كنشتغل كيف ما ذكرتي كمهندسه صوت، وكنتمنى في شي نهار يعني تلقى تكون شي مفاجاه واحده اخرى ونتلقى انا وامير علي كممثل. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. عرفتي اش نقول؟ دابا نقول هذه عليك هنيه وعلى سناء، من خلال معرفتي ليكم تنقول مرضي الوالدين اللي تزوج بكم. والله انا كنعرف اخلاقا واش غادي نقول لك، والله الا من القلب تنقول. تحيه كبيره للزوج سناء اللي هو معنا، وتحيه كبيره للزوجي مهدي، شكرا ليه بزاف حتى هو لانه مساندني. شكرا للازواج لانهم مسانديننا بزاف، لانه باش واحد مورا فطور او لا وقت الفطور جايب الزوجه ديالو من الرباط يعني ضرب بها تمره، راه شي حاجه كبيره. واش كلمه في حقه؟ لا واه قلتي كل شيء. شي كلمه في حقه. الله يخلي لك. عروسه جديده هي. انت عاملك مزيان بعدا وسولو. لا صراحه كان شرف ليا كبير انني يكون ضيف الشرف، يعني نورنا الاستاذ امير علي في هذا العرس. والله الا وجودك وجودك بعد رمضان والمغاربة يا ربي ومغاربنا بالامن والسلام يا ربي يا ربي يا ربي. فانا ما بغيتش نجيب شي حد هكا، فقلت شنو نديروا؟ نديروا واحد الستاتيو فيسبوك ونشوفوا الفانز ديال امير علي. اييه فمن بين الناس الاولين اللي قالت انا فاش درتي انت عندك لاباج ديالك كنشوف كنلقى سناء. دارت لي هذا وتنقول واش غادي نبرزت هذا دابا هي اللي راه مع راجلها. انا على راس العين. على راس العين. على راس العين. لو ما ترددات لا شوف شوف الطاعه بعدا. قالت لي وخليني نشوف راجلي. قلت لي انا بغيت ولكن خليني نشوف راجلي ونرد عليك. تابعت الحال. الله يعمر هذا. الله يخليها. الله يخليها لوالديها ويخليها لرجلها. يا ربي امين. شكرا. ايوا احمد سلام. وانا ملي تولي كنهضر فيكم وكان لا والله الا شبعنا بالموسيقى. بالموسيقى. بالموسيقى شبعنا بالموسيقى. خويا لك حريراج. لا نقدم لي لو جو. نتكلموا شويه على الخليج. مع التلفازه. صعيبه شويه الماكله. تندير داك الفطور ديالك. كندور وسط ما كان كون ما كانش التلفازه. اوكي مغلقينش. ياك ماشي هذا هو الفطور ديال الصباح ياك ما تكونش. ماشي فطور ماشي فطورنا هذا. طيب نهضر شويه على الخليج والرحله اللي باغي تمشي فيها لدبي. نقله من المغرب لدبي. ما تكونش نقله رسميه. نقله تجريبيه ان شاء الله. قلت لي مغامره. كنا كنهضروا في التليفون قلت لي انا مغامره. وعلاش لا؟ تنسالي عندي التزامات مع عصام كمال. عندي التزامات ديالي من بعد رمضان ان شاء الله. عندي التزامات مع الحاج يونس. عندي تنسالي التزامات يعني وما نخليش الناس في هذا. وعندي واحد التجربه ديال واحد جوج الاسابيع ولا ثلاثه عارض عليا صديقي واخويا اللي كنوجه له تحيه اللي افتخر به كمكناسي نور الدين البوحديوي اللي ربح بالاهلي الاماراتي لكره اليد الكاس والبطوله وزادوه كونطرا. قال لي علي غتديك معايا خصك تمشي معايا الامارات تونس هذا لو فيولون ديالك. قال لي خصني نديك الامارات. وعندي اصدقاء بما فيهم الجاسمي صديق يعني مش ماشي مقرب متلاقينا في في في, في الوينر ايز في لبنان. واعجب بي على ذكر الوينر ايز عاود لينا شويه على التجربه هذه عاد نرجع للسناء على المساله ديال الوينر. تجربه رائعه. التجربه رائعه يعني كانت المحترفين هي ما كانتش الناس بيان سور الحمد لله. ووصلت لواحد الدور اللي عرفت امتى نسحب. نعم لان ما كان برنامج زوين برنامج رائع والبنت مسكينه اللي طحت معاها اللي هي اسماء الجابري كانت متخوفه تقول لما ويلي طحت مع امير علي ويلي طحت مع امير علي. وانا تنقول لها شوفي انت صوتك زوين غزاله انت جميله اختاروني انا عشان يديروا لي انا ما عنديش الشعر باين راه غيختاروك انت. واللجنه بدات طق 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 وانا ندير باك. خديتي شحال كان ديال الفلوس انا شحال كانت؟ الحمد لله حنا مشينا 32 مغربي وحنا ثلاثه اللي هبطنا بكوموندي ديراج هبطنا بمخاوين شليه داين. بديت لهم انا 10 كانت 10 المليون يعني ملي تصرفات 10000 دولار تصرفات مغربيه هي 8000 دولار هي 8 المليون. فكينا بها شي لعيبات الحمد لله مزيانه ديجا تنفع. وزكريا الغفولي وصلت تبارك الله حتى للدومي فينال. هو تيغني وانا تنزغني له في جيبو تنقول له برك 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 لان كل ما بركش يقدروا يعطيوا الربح للوطخ وغادي يهبط مزيان غادي يغام بحال اسماء الجابري. فنانه رائعه وصلت حتى ل 50 مليون 50 مليون عباد الله في المحمديه راه كتشري بارطمان وطوموبيله الواحد خصو يحسبها
الشبرك الى ما كنتيش طيب زيرو ديرها اكزاكتلي. والاخ طه واحد الوليد طه مسكين لا بزوان ربما كانت تنعرف اللقب اسماء لنا وزال واحد الوليد كيقرا في الجامعه مسكين وكيقول لي خويا علي بغيت نشري لي موطور باش نبدا نمشي من دارنا للجامعه ساكن في برشيد ولا ما عرف مسكين كنقول يا ربي يا ربي هذا وعيطوا له عاوتاني في التصويت الثاني بالتصويت ومشى قلت له غير تير هذا تنصيفط له لي ميساج قلت له برك وصل مسكين 15,000 دولار ويبرك قلت له برك وخصيصه وغتعرف راسك غنيتي احسن باش ما تهبطش خاوي المغرب بلا عصفور في دخ احسن من 10 فوق الشجره ياك اكزاكت كنقول لك الماكينه صعبه في الفكر ولا يمشي فلت. طيب فينك من برامج كتابة مواهب؟ ما كتفكريش في ما عندكش الفكره او لا؟ لا لا صراحه انا بالاخص يعني هذه الساعه الموسيقى والغناء ك يعني كهوايه لا ما كنفكرش في الاحتراف. صعيب 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 شو راك تشوف تيقول لي اش كتقول لها؟ لا ان جور ان شاء الله ان جور ان شاء الله لان سناء عندها في في السينما اشتغلت تبارك الله في ورزازات كتخدم مع الناس مع في دي فيلم ان جور نتمنى نشوفها مخرجه ان شاء الله علاش لا ان شاء الله مخرجه فيلم ولا سيناريست ولا ان شاء الله جو سي با داكشي اللي هي كتطمح له وجامي جامي كنقولوا ذا سكاي از ليميت بالانجليزيه يعني لا هزيتي يدك شنو اعلى حاجه في هي السماء فذا سكاي از ليميت كيقولوا امريكان يعني هز الا قدرتي تقيس مارك صافي ما يوقف حد في واحد حتى واحد في طريقك عندك حد. حلم عندك هذا سير ديرو في بالك وخدم خدم 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 والله سبحانه وتعالى غد انجور انجور غادي حتى تطيح تعاود تنوض عاود تطيح عاود تنوض مي انجور تتشد طبيعة الحال. طيب قبل ما نختمو نسمعوا شي مقطع اخر نسمعوا شي حاجه اخرى نسمعوا شي شبيه لا شنو بغيتي شنو نديرو اللي بغيتي شنو بالك اللي بغاو ملحوم يلا ملحوم اها ترحامي من جفاك تلصقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية وروفيا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك تلصقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية وروفيا الغزال فاطمة والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا في عضايا قامو كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملك تعقلي بجمالها وغلقت عنوان باب المراحمة أرحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك تلصقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية وروفيا الغزال فاطمة خدي نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فاطمة اسمي يلي داويتي جسمي أمري بالعز وحكمي ولا تحشمي
ونشوفك يا الباهية قدامي رقيب بصرو عامي والحسود في خفلة وأنا معاك تحت خيام الليل المخيمة أرحمي يا رات العقل ترحامي من شفاك طالس قامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا وغزال فاطمة جات الميلاد رايت لها شامي ناوية تزور صامي لحقت بتياب رفيعة وجات تتميز كل ياسة النعمة ومني من ضغط زينها بنيامي قلت من اسمي مغرامي كان هادي قضى ولا منام عهدي بالشمس قبيلة في السماء في الساعة لاح نورها فرصامي كصورة الأدامي والخليلات تضحك حتى تطيق وتقول أنا مغزال فاطمة ونشرت مراح السرور علامي ونغي ونف أمامي ونشدالي بالشعر مع العطور وعلى الدرعين بزوج واشمع وشكيت لها بليعتي وهيامي بعد ما رشفت مدامي غير حزت وقبلت ولا فعلت ما تصبح بيه الروح ندمة هكا راوي رقايقي ونظامي فايق الحرير الشامي هاك في النقليل متيل وفي جيلنا صالب البلاغة التامة وعلى ناس الجحود كون معامي لا تفيدهم كلامي والسلام على ناس العلم والردل والجهال بقات هيمة أرحمي يا راحة العقل ترحامي شفاك طالس قامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. برافو عليك شكرا لك أميرة علي بزاف بزاف لأنك الأولى. ياك تبارك الله عليك وشكرا الله يرحمه الحاج حسين التلالي وأستاذي السي حمدا قومي في مدينة مكناس الله يرحمهم آمين. انا الصراحه بغيت غير نضيف واحد القضيه ملي كان تيجي قري خويا رجع فيا هذاك الحب وانني بديت حتى انا وليت نتذكر القراص انا كنوجد ديك القطعه باش نوض نعزفها وقيلا تالي دابا غادي نمشي للدار غنقراتي تا تبارك الله تقطعت لي بارتيسيون ديالو عزفيها صراحه والله زعما حوارنا معكم ممتع بزاف وما سخيت بكم بزاف بزاف شكرا لك بزاف سناء لانك قبلتي الدعوه ديالنا شكرا لك بزاف اميره علي لله شكرا بزاف تي في وعيد ورمضان مبارك للأمة العربية بالسلم والسلام إن شاء الله إن شاء الله أمين يا رب شكرا لك علي شكرا لكم أنتم مشاهدينا شكرا لكل واحد كيف ما كنقول لكم في حال ديما ساهم في إنجاح أي حلقة من حلقات البرنامج ديالنا شكرا بزاف لطاقمنا التقني كل واحد بسميته بطبيعة الحال محسن غالي مبروك رضا يوسف سيموح يونس طاقم التقني كله ديال بزاف تيفي شكرا بزاف لماريا إيفنت شكرا بزاف بزاف المنصف إيفنت شكرا كيف ما كنقول لكم أنتم مشاهدينا أنكم عطيتونا من وقتكم شكرا بزاف للزوج ديال سناء اللي جابها من الرباط بطبيعه الحال موعدكم بافطار مع ستار غادي يتجدد غدا ان شاء الله نفس الزمان نفس المكان ديما على بزاف لايف بحال ديما خليت لكم مرحب سلام عليكم.